بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الكرام، كيف ندرج جدول في برنامج الورد؟ نأتي إلى إدراج، طبعا بعد ما نحدد مكان الإدراج وليكن هنا مثلا، نعم، ثم نأتي إلى إدراج ونضغط على جدول، ثم نأتي إلى إدراج جدول. من هنا ستحدد كم تريد عمودا، لنقول مثلا نريد 7 أعمدة، ونقول هنا نريد أيضا 7 صفوف، ثم نقول موافق. هكذا تستطيع، ثم تستطيع أن تعدل على الجدول. وفق الله الجميع.